السيوطي هو عبد الرحمن بن ابي بكر بن عثمان السيوطي المصري الامام الحافظ المشهور صاحب التصانيف المشهوره من مصنفاته الدر المنثور في التفسير بالماثور والاتقان في علوم القران والجامع الكبير في الحديث والالفيه في علم الحديث وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي والاشباه والنظائر وغيرها كثير توفي رحمه الله سنه احدى عشره وتسعمائه من الهجره